那过去的两个月里头，中方也说了，凯菲尔里奥姆安纳佐尔马卡尔维萨尔迪法，我那贡比特斯利姆，麦吉穆阿米的卡曼姆，伊拉维萨尔迪法姆沃夫。خلال الشهرين الماضيين قدمت الصين ثلاث دفعات من المساعدات الطبية الإنسانية إلى الجانب العراقي. فيما يخص هذه العملية وبشكل خاص نقل هذه المساعدات إلى العراق، كانت وزارة الدفاع تلعب دورا مهما جدا، وخاصة أن وزارة الدفاع أرسلت طائرة عسكرية وتسافر مسافة طويلة إلى الصين لجلب ونقل هذه المساعدات. وبالتالي أود انتهاز هذه الفرصة الثانية لكي أوجه خالص شكري لمعالي الوزير على جهودكم ودورهم الجبار. حقيقة نقدم شكرنا وتقديرنا إلى سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الأخ تشانغ تاو لما قدموه من مساعدات إلى الشعب العراقي وللحكومة العراقية وبالذات إلى وزارة الدفاع. تمت المساعدات على عدة مراحل، قسم منها مساعدات عينية ونقلت بطائرات عسكرية من الصين إلى بغداد وكانت مخصصة إلى وزارة الدفاع العراقية، وقسم من المساعدات الأخرى اليوم هي خاصة بوزارة الدفاع العراقية، وكذلك رفدنا بكوادر خبراء من الصين أتوا إلى العراق وقاموا بتدريب عدة أشخاص في عدة محافظات من العراق. وحاليا اليوم احنا بهذا الصدد انه استلامنا الى هديه من جمهوريه الصين الشعبيه خاصه الى وزاره الدفاع، واحنا بدورنا نرفد وزاره الصحه العراقيه بكل امكانياتنا سواء من النقل او من الكوادر الصحيه والطبيه، وكذلك قيامنا باليات الجيش بتعفير المناطق وفق ما تم تجربته في جمهوريه الصين وفي الدول الاخرى. شكرا جزيلا. حقيقة جائحة كورونا هي مرض عالمي أصاب كل دول العالم، فيحتاج إلى تعاون دولي واسع في كافة المجالات وخاصة في المجال الطبي، وهناك تعاون طبي فوق الممتاز ما بين العراق وما بين الصين. كثير من الأمور اللي حتت في هذه المرحلة يعني تم مساعدة الصين إلى الشعب العراقي وإلى الحكومة العراقية من خلال مدنا بالتجهيزات وبأجهزة الفحص المختبري وكذلك بكوادر وخبراء متخصصين بهذا الموضوع، قاموا على تدريب منتسبين في الكادر الطبي والصحي في وزارة الدفاع وكذلك في وزارة الصحة لتسع محافظات لحد الآن. المساعدات الخاصة بوزارة الصحة تم نقلها بطائرات عسكرية من الصين إلى بغداد حقيقة، وكانت حتى عملية النقل يعني عملية استثنائية استغرقت 55 ساعة فقط. كثير ساعدونا الصين في هذا الموضوع وتم تسليمها إلى وزارة الصحة، والآن هي في وزارة الصحة وقسم منها نصبت في مطار بغداد والمطارات الأخرى والمنافذ.